بس ده كان كابوس. وهو نزح في داهية الحمد لله. الحمد لله. أقول لك على حاجة يا حياة. قول يا علي. الكابوس مش في اللي كانوا عارضينه عليا. الكابوس كان فيا أنا. إني أضعف وأوافق. ولا عمري أصدقها، حتى لو أنت اللي قلتها. بس الشيطان أشطر مني ومنك يا حياة. الشيطان صور لي حاجات كتير قوي وشال من دماغي حاجات أكتر. أول حاجة صورها لي الشيطان ده وشك كنت زعلانة مني عشان الفلوس مقصرة معانا ولا حاجة. الحاجة التانية إنك تكوني طالبة مني حاجة وأنا مش قادر عليها. تعرفي الشيطان صور لي حاجات غريبة كتير قوي، منها إن سمعت صوتك بكلام عمري ما سمعته قبل كده خالص، عن فلوس أخوكي وأبوكي والعز اللي أنت كنت عايشة فيه. يا كل ده طبق على صدري يا حياة وطاير النوم من عيني وخلى دماغي تودي وتجيب تودي وتجيب. يا مفيش أضعف من البشر والبني آدم يا حياة. كل الكلام ده كنت حاسة بيه سمعاه يا علي من غير ما تقول، وده اللي كان واجعني قوي. تقول معقولة يا بنت؟ معقولة علي فكر فيكي بالشكل ده؟ معقولة لسه لغاية دلوقتي معرفكيش؟ معقولة يا علي ما انتش فاهم ولا حاسس قد ايه انا بحبه؟ ايه؟ ايه؟ قلت ايه؟ ايه يا علي؟ تكلمي جامد ها؟ ايه يا علي الله؟ طب بقولك ايه؟ طب انت مش ممكن ابدا في مرة اوعى تكملها يا علي اوعى. يا خراشي نعم. أنا لو عشت عمري كله أتمنى حد يحقق لي نفسي فيه، عمره ما هيجي ربع اللي عشته معاك يا علي. ده كل حاجة، كل حاجة أنا اتمنيتها يا علي. علي أنت الراجل الوحيد اللي يملى عيني في الدنيا دي. طب علي صوتك كده يا علي الله. علي صوتك سماعي الجدران والبيبان. علي صوتك. ايه يا علي العيال تتسارع؟ ما تتسارع يا راجل. خليهم يصحوا وييجوا يهتفوا مع ابوهم هنا، نطلع مظاهره ونهتف بحياه الصياد. علي ايه؟ ما يصحوا وييجوا يهتفوا معايا فليعيش الصياد. ما مصحيوش ليه؟ فليعيش الصياد. هننام ازاي دلوقتي يا علي؟ هما ما صحيوش. تعالي هنا. اصل استعبق التمانية وحضرتك هتعوز مني حاجة تاني النهاردة؟ يا خبر لا لا تقدري تروحي، معلش هخرنكي. لا عادي يا حاجة، لو حضرتك قاعد انا ممكن اقعد يعني مفيش مشكلة. لا لا انا روح انت يلا. مش عن اذنك يا هناء. نعم. خلي عربية من الشركة توصلك. تعيش يا حاجة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هنا لحد دلوقتي ليه؟ اديني ماشي اهو خلاص. هو لسه جوه؟ بقاله ساعة قاعد لوحده، لا بيستقبل مكالمات ولا عايز يشوف حد. بس انا كده شاكة ان في حاجة مضايقاه. يبقى اللي قاله مرسي صح؟ وهو مرسي قال يا شحاتة. تاني هناء تاني، انا مش قلت لك خليكي في حالك؟ عاملة زي القرادة اللي حاطة بالخيرة في كل حاجة. انا قرادة يا شحاتة؟ يا ستي قرادة حلوة. انا مش قصدي، بس قصدي استغفر الله العظيم بقى. يلا يلا نخش نشوف ماله.
انت مش كنت مستعجله دلوقتي؟ ما تتكلي على الله يلا يا ست. اسمعي الكلام بقى، هتبقي انت واللي في البيت عليه. يلا يا شحاته. حاضر. مالكوا اتسمرتوا كده ليه؟ ادخلوا. اصل مش عوادك يا حاج يعني تفضل لحد دلوقتي. طيب يا اخي يبقى من حقي اعملها مره من نفسي. مالك يا حاج؟ انت حكايه ولاد عمك وحماك دي ضايقتك ولا ايه؟ مش عارف يا زكي، ساعه ما رجعت وانا مش طايق نفسي ودماغي مشغوله قوي. ما انا قلت لك يا حاج، قلت لك ان الراجل ده سكته مش عدله وكلها مطبات. اسكت يا شحاته، انا الراجل ده مش فارق معايا اصلا. امال في ايه يا حاج؟ برضو امال في ايه يا حاج؟ بنته، بنته يا زكي، بنته اللي في بيتي دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعمل معاها إيه؟ طب وهي ذنبها إيه بس يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما هو ده اللي محيرني، خايف أشيلها ذنب أبوها وأبقى ظلمتها، وفي نفس الوقت خايف أقول ملهاش دعوة وأبقى ظلمت نفسي. في الآخر دي، في الآخر دي بنته، بنته يا زكي، والمثل بيقول العرق يمد لسابع جد. وقلب القدر على فمها تتع البت لأمها. إيه؟ اقلب القدر على فمها تطلع البنت لأمها. الله يفتح عليك يا زكي، الله يفتح عليك. ممكن تسكت بقى يا شحاتة عشان أنا مش طايق نفسي؟ حاضر يا حاج. لا بالشكل ده مش هتعرف تفكر يا حاج، أنت لازم ترتاح علشان تعرف تفكر على رواقة. أنت اللي علمتنا كده يا مدرسة. احنا نروح للحاج منعم المحل ونسهر معاه على القهوه، يمكن مزاجك يتظبط. يا ابني اسكت، بقول لك اسكت. الحاج منعم لسه مسويني بكلمتين دلوقتي. لا اله الا الله، تقول لي اروح له؟ يبقى الصومعه شله زمان تفضفض باللي في قلبك وترمي ورا ظهرك. الله يخليك. يا بجد فعلا فوقتنا بجد. امال فين صفت ويحيى؟ يحيى في الشغل النهارده، وصفت ابنه تعبان شويه. تعبان ازاي يعني؟ تعبان زي كل يوم، محد فاهم حاجه. ايه يا عم زاد، انت هتتزاك عليا ولا ايه؟ الكيف مناوله مش مقاوله. هات انت عمال بتتطفص فيه من الصبح، ما حدش كلمك. جت عليا سيبني بقى اوزن الطاسه. خاصه يا ابني خفوا بقى من الهباب اللي انتوا بتتعطوه ده. اذا ما كنتوش خايفين على صحتكم خافوا من ربنا. والله طول الوقت بنصحها يا حاج، بس هو انا مش عايز يبطل. يبطل؟ انت هتفوقني يا زكي من الحجرين اللي انا شاربهم؟ بقول لك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. خدوا بالكم، ما تعملوش زي الناس اللي والعياذ بالله ناسوا الله فانساهم انفسهم. اللي بالك يا زكي من الحكايه دي. حاضر. احنا مع ربنا.
خليك انت في حالك. اتقبلت يا ابني ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك الكلمتين دول لنفسه. عملي فيها ورع قوي وعملي بنته زريبه وجيب لي فيها اربع نسوان ولا شرع الله. لم نفسك بدل ما يجي يقص لسانك الزفر ده. يقص مين يالا؟